والله طبعا هو المهم في لموسيماني ان هو يوصل لتشكيله ثابته، والمهم جدا ان هو لما يوصل لتشكيله ثابته عشان احنا جايين الشهر الجاي رايحين كاس العالم للانديه 1 فبراير، عشان حتى نبقى في تجانس وترابط وفي قوه في الاداء، لان لما بلعب انا جنب لعيب واتنين فتره طويله بنحفظ بعض، بنحفظ يعني كل واحد بيبقى ليه واجبات دفاعيه وهجوميه، لما ده بيتقدم ده بيتاخر ده بيستنى، الكلام ده مش متاح في الظروف اللي احنا فيها وظروف كورونا اللي مخليه موسيماني في حيره دايما في التشكيل. صحيح، لان مفيش لعيبه ثابته فعلا، كل شويه غيابات، كل مباراه بيخرج 3-4، كل مباراه لو ما خرجش 10. فطبعا برضو تحيه ليه وتحيه للجهاز طبعًا. الفني والاداري ان هو في كل هذه الظروف وقادر ان هو يمشي بخطى ثابته، يعني اولا الروتيشن اللي بيعمله مع اللعيبه في واللعيبه اللي رجعت من الاعراض عملت لنا برضو اضافه كويسه جدا، اللعيبه اللي اتصعدت اللعيبه اللي جت من بره، طاهر محمد طاهر، بدر بنون، اللعيبه دي بواليا برضو اضافه كويسه جدا. انا شفته اول ماتش يلعبه كان هايل، هو لسه طبعا ما خدش على الاجواء وما خدش على 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 لعيبته، لكن قادر موسيماني ان هو يعمل روتيشن بشكل كبير. هو بالمناسبه كابتن عامر، يعني بعيدا عن حسابات كورونا اللي لخبطت الدنيا تمام، بس هو التجهيز تحديدا للاعبين بيفرق لما يكون اللقاء اللي هم داخلين عليه لقاء افريقي ولا لقاء مختلف طبيعته مختلفه زي مثلا كاس العالم للانديه؟ هل التجهيز بيختلف باختلاف البطوله ونوع المنافسين؟ خالص، النادي الاهلي بيختار لاعبته لكل المواجهات، والنادي الاهلي ما عندوش ان هو هيجيب لعيبه للدوري المحلي ولعيبه للبطوله الافريقيه ولعيبه لبطوله كاس عالم الانديه، لا هو بيختار لعيبه للبطولات وبيغرس جواها ازاي يكسب، يبقى عنده الرغبه في الفوز، عنده الدافع ان هو يجيب بطوله، ده كله بيجي. لكن الظروف بقى اللي هو بيعيشها في اصابات، في ازاي انه بيرجع اللعيب كمان من كورونا، ما هو اللعيب اللي بيجي له كورونا دوت بيبقى راحه تامه، فبيفقد نسبة كبيرة جدا من لياقته البدنية والفنية. أو الإصابات كابتن محمد زي سعد سمير مثلا، قعد يمكن من 2019 ديسمبر 2019 مصاب ولعب في الماتش اللي فات، شيء يعني بس برضه قدرة إن هو يرجع مرة تانية وبمستوى رائع، ده شفناه في الماتش الأخير. لا أنا بتكلم على اللي بيغيب أسبوع وبيبقى عنده كورونا ويرجع، إزاي هو بيدخله واحدة واحدة، وبيدخله مش 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 مره واحده عشان يتصاب. يعني الماتش بتاع سيراميكا منزل كهربا ومنزل وليد سليمان نزل اخر 5 دقائق، يعني نزل اخر 5 دقائق، وانا يعني بنخلع القبعه لوليد سليمان، رجل محترف بمعنى الاحتراف، اي وقت بينزله 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه بينزل يأدي كانه في المباراة من اول 90 دقيقة. ف بيقدر موسيماني ان هو بيرجع اللعيبة تاني عشان يقدر يحافظ بقدر الامكان على اكبر ثبات للتيم، يعني لو هو محافظ على 70%، وال 30% دي ناس بتخش وتطلع، الناس بتخش وتطلع، فده بقى يعني ده حاجة بالنسبة له كويسة جدا.